كرة في الأمام لجمعة سعيد، يلعب كرة عرضية جمعة سعيد وتمر عبد الله. الله 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 يا عبد الهادي، أجمل أهداف البطولة حتى الآن هو هذا الهدف لعبد الهادي خميس، لهذا اللاعب عبد الهادي خميس اللي يفتتح أول الأهداف في هذه اللحظات بطريقة ولا أروع من خلال اللعبة المزدوجة. لكن شوفني 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 حسن التصرف وسرعة التصرف أيضا من اللاعب عبد الهادي الخميس في هذه اللعبة المزدوجة، ودبل كيك جميل وأكثر من رائع لعبد الهادي يعطي الأفضلية لنادي الكويت في هذه اللحظات.